كثيرة هي المراحل السياسية التي مرت بها العلاقة بين كردستان وبغداد، بين مد وجزر. نصر بالذات كان دائما يأيد أي مفاوضة، أي هدنة، أي حوار. معظم الحكام الذين حكموا العراق أو لا يزالون يحكمون العراق غير الصادقين في حل القضية الكلية. المعارك التي شهدها هذا الجبل، جبل هندرين، اضطرت الحكومة العراقية إلى التفاوض. دكتور عبد الرحمن البزاز عميد كلية الحقوق، رجل قومي معتدل. إنه كان يرى أن العروبة والإسلام وجهين لأمة واحدة. لم تكن الحرب في يوم من الأيام هدفا للحركة التحررية الكردية. لهذه المنطقة دور مشهود في ثورات بارزان الأولى والثانية. بيان 29 من حزيران لعام 1966 في هذا الوثائقي